الانطلاق من واشنطن مرورا من موسكو وبكين وصولا إلى تل أبيب، الرحلة السعودية الدبلوماسية انطلقت، وعلى متنها تطبيع نووي ونفط وسلاح. وهنا نحكي لك قصة الرحلة كاملة. في حين كانت إسرائيل تجهز لضرب إيران وتنتظر الضوء الأخضر من واشنطن، كانت واشنطن تفاوض الرياض، والرياض تفاوض طهران، وطهران تفاوض بكين، وبكين وموسكو تضعان الخطة. ووسط جميع هذه المفاوضات الماراثونية، خارطة جديدة تم رسمها للشرق الأوسط، عنوانها الرئيسي المملكة العربية السعودية، التي بدأت منها القصة. بعد وصول الأمير محمد بن سلمان مقاليد الحكم في السعودية، أراد إغلاق ملفات بلاده الخارجية والالتفات إلى الداخل، لكن ما هو في الخارج الكثير، حرب في اليمن وتوترات في العراق وسوريا وإسرائيل وبقية الجيران العرب، أزمات في كل مكان قد لا ينفع أن تصم الرياض آذانها عنها، وقد جربت المواجهة لكنها لم تحصل على أي نتيجة. فحربها في اليمن طالت وخسرت أكثر مما كسبت، وفي العراق أثبتت النتائج أن الكلمة العليا لإيران، وفي سوريا أيضا لا صوت يعلو فوق صوت روسيا، وإسرائيل لا تبالي بالعرب فضلا عن السعودية. هنا بدأت المملكة العربية السعودية بالبحث عن البديل، أو بالأحرى عن قوة لتفرض سيطرتها في الشرق الأوسط، وهذا البديل ستشتريه السعودية وتبرم لأجله صفقات كعاداتها. فأي نوع من الصفقات؟ البداية من أمريكا، وإن سعت الرياض لإظهار العكس، مفاوضات شاقة مع الأمريكيين لتحقيق جزء من مطالبهم، بالمقابل تحقيق الأمريكيين لجزء من مطالب السعوديين. ومطالب الأمريكيين جلها تدور في فلك إسرائيل من طبيعة الحال، إلا أن التطبيع معها خط أحمر بالنسبة للسعوديين، لكن الألوان والمواقف قد تتغير في الوقت القريب. إيران هي الأخرى كانت خطا أحمر، وقال ولي العهد السعودي ذات يوم إنه لن ينتظر أن تأتي طهران لقلب بلاده، وسينقل المعركة لأراضيها. كذلك اليمن وملفات أخرى من الخطوط الحمر، جميعها أصبحت خضراء. الأمريكيون قالوا كلمتهم للسعودية، تطبيع مع إسرائيل ولك ما أردت. والسعوديون بدورهم لم يمانعوا وأرادوا الثمن، وهذا الثمن وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت الأمريكية، هو مشروع برنامج نووي سلمي يصبح ملكا للسعودية وعلى أرضها، وضمانات أمنية أمريكية للسعودية تتعهد فيها بحمايتها حتى النخاع. ناهيك عن صفقات سلاح لن تتلقى أي معارضة من الكونغرس. في مقابل ذلك تذهب السعودية لاتفاق تطبيعي مع تل أبيب، كما فعلت مع طهران، الذي بنظر البعض ربما يكون مقدما ومبررا لاتفاق السعودي الإيراني، حتى تخرج السعودية بمظهر الدولة الراغبة بحل المشاكل الخارجية. فبدأت بطهران لتمهد الطريق لإعلان اتفاقها مع تل أبيب. عن اتفاق السعودية مع إيران باتت وكأنها مفاوضات انطلقت من الشرق، حيث رعت بكين اتفاق المصالحة هذا، كما استبقته زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى روسيا للإيحاء ربما بأن موسكو وبكين هما من رعاية اتفاق التطبيع السعودي الإيراني، في حين ذكرت واشنطن أنها كانت على اطلاع على تفاصيل الاتفاق منذ أن بدأت المفاوضات الإيرانية السعودية. إذن مباركة أمريكية لاتفاق طهران الرياض، ومباركة روسيا في الطريق قد تكون أيضا لتطبيع السعودية وإسرائيل. إن ضربة عسكرية لإيران كانت ستنفذها إسرائيل، والروس غير راغبين بذلك، وطهران حليفة موسكو وكذلك حليفة بكين، واتفاق سعودي مع إيران وإسرائيل قد يبرد الأجواء بين طهران وتل أبيب ويمنع حربا كانت ستندلع وتحرق الجميع في المنطقة. إذن اتفاقات تطبيع هذه نصفها رغبة سعودية، والنصف الآخر رغبة دولية. فحتى الأمريكيون أنفسهم لا يريدون حربا إسرائيلية مع إيران،
وهنا نجد أن الرياض طمأنت الجميع بمد أيديها للشرق والغرب لإرضاء الأطراف، لكنها نسيت العرب ولم تلتفت لهم وأدارت ظهرها لجيرانها، فذهبت منفردة للتطبيع مع إيران كما ستذهب منفردة للتطبيع مع إسرائيل ومن دون فلسطينيين، التي لطالما قالت السعودية أن أي اتفاق لهم مع إسرائيل سيأخذ بالحسبان قيام دولة فلسطينية على حدود سنة 1967، وربما من حق السعودية التركيز على مصالحها الوطنية حتى لو كان ذلك على حساب الجميع. لكن يبقى في الذاكرة أن من ساند السعودية دائما هم العرب الذين وقفوا معها في حربها ضد إيران، ليصبح السؤال هل اختارت المملكة العربية السعودية إيران وربما إسرائيل على الجميع؟ والإجابة قد تكمن فيما سيجري مستقبلا، أو فيما إذا كان التطبيع السعودي الإسرائيلي ما زال جار والتفاوض ربما كذلك. ولا يعلم أحد كيف سينتهي الأمر، خاصة في ظل تواجد حكومة يمينية على رأس إسرائيل. وفي رواية أخرى يقال أن اتفاق الرياض وطهران جاء نتيجة الفشل الغربي في التصدي لإيران، ما حدا بالسعودية للسير منفردة نحو إيران، الدولة التي تعاني اضطرابات داخلية وعقوبات خارجية وتهديدات إسرائيلية، التي ستجد في اتفاقها مع السعودية طوق إنقاذ لها. وهذا تحديدا ما استنتجته تل أبيب التي كانت على وشك تدمير مشروعات إيران النووية، ما يعني أن ملامح خارطة جديدة ترسم في الشرق الأوسط، وجسر جديد ربما يبنى بين إيران وإسرائيل سيمر عبر الأراضي السعودية. وأنت برأيك هل ستطبع المملكة العربية السعودية مع إسرائيل؟